من الناصرة. ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة. أهلا بك سيد وديع. يعني اليوم الكثير من التطورات في الداخل الإسرائيلي، واليوم نتحدث عن جبهة جديدة أو قرار إسرائيلي ربما باستهداف الحوثيين في اليمن. بداية، هل برأيك هذا القرار الإسرائيلي أو هذا الحديث أو الموقف الإسرائيلي قابل للتنفيذ؟ نعم تماما، تحياتي لك ولكل المشاهدين. هذا سؤال مهم، إذا كانت هذه التصريحات والتهديدات تارة بالتصريح وتارة بالتلميح أو بالتسريب، إذا كانت فعلا ستطبق. أنا أعتقد يعني حتى وإن كان وزير الأمن الإسرائيلي قال بنفسه بالأمس جالانت أن إسرائيل ستعاقب وستحاكم وستتابع الموضوع وإلى آخره، لكن أنا أعتقد أن هذا كلام موجه للأذن الإسرائيلية أكثر مما هو تهديد للخارج، خاصة وأن من يريد أن يفعل لا يهدد، وهذه تجربة معروفة في الحروب وفي غير الحروب. وهناك أسباب أخرى وجيهة تحول دون قيام إسرائيل بفتح جبهة جديدة مع اليمن ومع الحوثيين. أولا، هي مشغولة يعني حتى من أخمص قدمها حتى أعلى الرأس في جبهتين خطيرتين مقابل حماس، وهي في الشهر العاشر من هذه الحرب التي تستنزفها بكل المستويات. ثانيا، هناك يعني شبه إجماع في إسرائيل أن من غير الصواب أن تتحمل إسرائيل مسؤولية إغلاق البحر الأحمر والدخول في صدام مع الحوثيين ومع اليمن، بدل من يقوم بذلك المجتمع الدولي. وإن كان هناك يعني اتهامات إسرائيلية للمجتمع الدولي، لكن هي تعتقد أن يعني هي ليست المكلفة الوحيدة بمواجهة الحوثيين، حتى وإن كانت هذه المرة الصواريخ أو المسيرة طالت تل أبيب، لكن هم يعتبرون أن الحوثيين يعتدون على الكون الدولي ويتعرضون للعالم والمجتمع الدولي ولكل سفن العالم التي تجتاز البحر الأحمر. لكن العامل الأهم هو عدم قدرة إسرائيل على الأرض فعليا أن تطبق هذه التهديدات. ولكن هل بإمكانها الوقوف مكتوفة الأيدي وأن لا تفعل شيء أمام يعني الداخل الإسرائيلي والمواطنين؟ نعم، هي تريد الآن إطفاء الغضب والعتب وحالة الإحباط في الشارع الإسرائيلي. وفي المقابل يعني بعد هذا التهديد اللفظي الذي ربما يخفف وطأة الغضب والعتب في الشارع، ربما تذهب إسرائيل إلى أكثر تعزيز القبة الحديدية، المنظومات الدفاعية، في محاولة لتأمين عدم دخول وتكرار مسيرات جديدة، تكرار هذا السيناريو بالنسبة لإسرائيل أمر ممكن أن يحدث. ولذلك هي تحاول إطباق هذه المنظومة بحيث تكون تل أبيب وغير تل أبيب يعني حصينة عن وقوع مثل هذه الحوادث التي تربك إسرائيل، تصيب هيبتها، صورتها، قوة ردعها، تعمق خوف الإسرائيليين أكثر مما تحدث أضرارا فادحة وأضرارا بشرية كبيرة. نهاية المطاف نتحدث عن قتيل وعشرة جرحى، ولكن الضرر كان كبير. إذا كان هناك لديك دقيقة أستطيع أن أشير إلى نقطة مهمة، لماذا هذا الحادث كان بمثابة حدث خطير بالنسبة للإسرائيليين؟ تفضل. نعم، أنا أود أن أقول بعجالة.